السلام عليكم. في بلد منهك بالموت يضاف إلى قاتليه وباء فتاك يحصد أرواح اليمنيين دون تمييز، إنها الكوليرا مجددا في اليمن. في العاصمة صنعاء فقط سجلت أكثر من 2500 حالة إصابة خلال الأسبوعين الماضيين فقط بحسب وزارة الصحة التابعة للإنقلابيين في صنعاء. رحل ضحية هذا الوباء حتى الآن أكثر من 115 شخص، بالإضافة إلى أكثر من 8500 إصابة بحسب لجنة الصليب الأحمر في اليمن. الوباء ما إن غزا العاصمة صنعاء حتى انتشر إلى محافظات أخرى كالحديدة وإب والضالع، ثم عدن وتعز وأبين وغيرها من المناطق. وأمام هذه الكارثة الإنسانية أعلنت سلطات الحوثي العاصمة صنعاء مدينة منكوبة، وبدلا من اتخاذ الاستعدادات الطبية اللازمة وتوعية المواطنين بالإجراءات الوقائية، عمدت الميليشيا إلى طبع شعارات في العاصمة تقول إن الكوليرا ليس إلا هدية ترامب إلى الشعب اليمني. وأمام هذه المهازل التي لا تحترم عقول الناس ولا حياتهم المعرضة للموت، وجهت هذه التصرفات بموجة سخط شعبي كبيرة، فالناس يفقدون ذويهم في كل لحظة، والمصابون لم يجدوا الأسرة الكافية في مستشفيات العاصمة. وبالمقابل لم نسمع حتى الآن أي تصريحات للحكومة الشرعية أو المكاتب التنفيذية بشأن انتشار الكوليرا في المناطق الواقعة تحت سيطرتها كعدن وأبين وتعز وغيرها. ونحن هنا نتساءل، أين دور السلطات في أماكن انتشار الكوليرا، سواء سلطات الانقلاب أو السلطات الحكومية؟ ولماذا يواجه هذا القاتل بهذه اللامبالاة وكان الذين يموتون ليسوا أناسا من لحم ودم؟ وما هو دور المنظمات الدولية والدول المانحة، خصوصا بعد إعلان فرنسا واليونيسف اليوم تخصيص أكثر من 4 ملايين دولار لمواجهة الكوليرا في اليمن؟ أعزائنا المشاهدين، كل هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيوفنا في هذا المساء. بداية أرحب بضيفتي هنا في الاستوديو الكاتبة الأستاذة ثريا الشيباني. أهلا بك أستاذ ثريا. أهلا وسهلا. أهلا بكم. إذا مشاهدينا الكرام، سنبدأ النقاش لكن بعد متابعة هذا التقرير. لا أسرة في مستشفيات المدينة، ولا يوجد نظام صحي قادر على تلبية الحد الأدنى من وجع صنعاء التي تستيقظ كل صباح على فاجعة الكوليرا، وهي المدينة التي عاشت المأساة بحذافيرها منذ الانقلاب والاجتياح. مأساة جديدة تنهش كيان الإنسان اليمني، وهو الكيان الذي لا ينقصه وجع اللحظة ونوائب الدهر وعثرات الحياة التي لازمته من مؤسسات الدولة إلى فصول الدراسة إلى سرير المرض. انتشار وباء الكوليرا تجاوز الحالات المحدودة وحالات الاشتباه ليصبح ظاهرة شاملة يملأ جوانب المستشفيات والمرافق الصحية في مجتمع يعاني من غياب بنية تحتية صحية واسعة وتطبيب على قدر جيد من الإمكانات والقدرات. سرعة انتشار المرض في عموم اليمن من صنعاء إلى الحديدة إلى إب وأبين والضالع والجوف صفارة إنذار يرتفع صوتها كلما ارتفعت عدد الحالات التي يتم تدوينها في سجلات المشافي والمراكز الصحية. منظمة الصحة العالمية هي الأخرى لا تتوقف عن إعلان حالات وفاة جراء مرض الكوليرا والإسهالات المائية الحادة في مناطق يمنية مختلفة، إضافة إلى وجود الآلاف من حالات الاشتباه. قدرت المنظمة العالمية في بيان لها أيضاً أن نحو 7,600,000 شخص في اليمن معرضون لخطر العدوى بوباء الكوليرا، وهو رقم مفزع إذا ما تمت مقارنته بالنظام الصحي غير القادر على الحد من هذه الكارثة. ورغم النداءات المتكررة وإعلان المنظمات العاملة في اليمن أنها ستعمل على سبل الحد من المرض ومعالجته، إلا أن المرض ينتشر يوما بعد آخر، وبات الموت يطرق أبواب اليمنيين ونوافذهم ويتسلل مع الهواء والماء. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيفتي هنا الأستاذة ثريا الشيباني. أستاذة، إذن كيف تتابعين هذا الانتشار لوباء الكوليرا في العديد من مناطق الجمهورية؟ والله الوضع يمكن تلخيصه ببيت الشاعر الزبيري: جهل وأمراض وظلم فاح ومخافة ومجاعة وإمام. هكذا ممكن يكون الوضع في صنعاء والأماكن التي يسيطر عليها الإنقلابيون. فموضوع الكوليرا لم يأتي ما بين يوم وليلة، فالخطر كان متربص بمجرد
وجود القمامة انتشارها في العاصمة، وسبب انتشار القمامة هو إضراب عمال النظافة. إضراب عمال النظافة كان سببه انقطاع الرواتب، وبالتالي فانقطاع الرواتب أدى إلى وجود الكوليرا بالتسلسل. فهذا أمر معروف. فعندما أتكلم عن الكوليرا فأنا أتكلم عن فساد وعن وضع خاطئ يجب تصحيحه. فمن الذي أوصلنا إلى هذا الوضع الخاطئ الموجود الآن؟ هو الانقلاب. الانقلاب كل من شارك في نجاح هذا الانقلاب ولم يأخذ موقف منه من البداية يعرف أنه هو مشارك في كل نفس تموت اليوم بسبب الكوليرا. الانقلاب ليس مشروع حكم ليقوم بتسليم الرواتب أو ليكترث لموت المئات أو الآلاف أو عشرات الآلاف، لأنه يظل انقلاب انتقامي وليس ولا يهدف للحكم. هو الانتقام من ثورتي 26 سبتمبر و 11 فبراير. فكلما كانت الضحايا أكثر كلما استمتع بهذا أكثر. ما نشاهده اليوم نتيجة طبيعية للسيطرة على الدولة ولنجاح هذا الانقلاب. طيب، يعني الآن سلطة الانقلاب أعلنت بالأمس أن صنعاء هي مدينة منكوبة، مع ذلك المصابون يذهبون إلى المستشفيات ولا يجدون أماكن، المراكز الصحية ممتلئة، المستشفيات ممتلئة، يعني أين يجب على الناس أن يذهبوا؟ لا يذهبون لأن العدد الكوليرا بطبيعتها معدية، هي هو مرض أساسا معدي وليس يعني فيروس يمكن أن يحتاج إلى أمصال. أو الكوليرا تنتشر بسرعة تقضي على الشخص خلال 3 ساعات. البنية التحتية أساسا من قبل الانقلاب هي ركيكة، لكن الانقلاب دمرها تماما. أصبح يستثمر كل ما يمكن استثماره، القضاء على البنية التحتية سواء الصحية أو غيرها، كل شيء قابل لأن يكون سوق سوداء. هذا الكوليرا الآن هو فرع جديد للسوق السوداء بالنسبة للانقلاب، وما إعلانها يعني إعلان صنعاء منطقة منكوبة إلا من باب فتح فرع جديد للسوق السوداء لاستقبال الجبايات الدولية، جزء منها يذهب للسيطرة على المرض والجزء الآخر يذهب للتجارة. هذا يعني تتوقعين أن هم يعني لم يعلنوا أن هذه الحالة لوجود حاجة صحية بقدر ما أعلنوها أيضا لوجود نوع جديد من الاستثمار بالنسبة لهم؟ السيطرة على المرض أولا بالقضاء على المبرر الأساسي الذي أوجد هذا المرض. اليوم القمامة لم ترفع من الشوارع، إذا كان هناك نية فعلية للسيطرة على المرض فمن الأولى أولا رفع إعطاء المرتبات للعمال النظافة ليقوموا برفع القمامة. هذا أول شيء سيسيطر على المرض. ثانيا الكهرباء، الغاز في الوقت الذي أعلن فيه وجود الكوليرا ارتفعت قيمة أنبوبة الغاز إلى 4000 تقريبا ومبلغ يعني تقريبا 4700. عندما نقول للناس اغلوا الماء ونرفع سعر دبة الغاز يعني نحن نحارب الوسيلة هذه اللي نقول على الناس يعملوها. يعني كيف يقوم المواطن بغلي الماء وهو لا يستطيع الحصول على دبة الغاز؟ فالنوايا يعني الأفعال تدل على النوايا. فكلما كانت الكارثة أكبر كلما كان الدعم أكثر، برغم أنه حتى المنظمة اليونيسف كان أو المنظمة اللي أعلنت اليوم عن دعمها للسيطرة على المرض كان ممكن تدعم صندوق النظافة من قبل وسيكون الدعم أقل. يعني محاولة معالجة محاولة الأمر قبل تحويله إلى كارثة. لماذا انتظرت إلى الآن؟ كيف ممكن أبرر أنا أن الناس تذهب إلى أن الناس تتكلم عن المرض في الحال الذي أساس المرض موجود في الشوارع، أساس انتشاره موجود في الشوارع؟ لماذا لا ترفع المخلفات حتى هذه اللحظة؟ أليست دعوة إلى استنشار المرض أكثر وأكثر؟ نعم. طيب، دعينا نشرك معنا في النقاش أستاذة ثريا المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أستاذة سمية بلطيفة. أهلا بك أستاذة سمية. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله أستاذ سمية، هل لك أن تضعينا في الأرقام أو تعطينا إحصائيات الخاصة بهذه الكارثة التي أعلنتها المنظمة أو اللجنة؟ هو فقط للتصحيح، يعني اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليست الجهة المسؤولة عن إعلان كارثة أو لا، ولكن تزامن ذلك مع زيارة مدير العمليات للجنة الدولية للصليب الأحمر السيد دومينيك شتيلهارت، الذي كان في زيارة ميدانية إلى مستشفى الجمهوري ومستشفى 70 في صنعاء، ففوجئنا بالأعداد الهائلة للكوليرا. بالتأكيد الأرقام هي الأرقام التي تمت مشاركتها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في اليمن. هناك أكثر من 11 ألف حالة قد تكون مصابة بداء الكوليرا، وحتى هذا اليوم تقريبا هناك 184 شخص توفوا جراء هذا المرض. 184 شخص بالضبط، لكن اعتقد ان الاعداد ستكون في يعني في 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 تطور للاسف سيء، نظرا للوضع العام الموجود حاليا مع تهاطل الامطار، بالاضافه ايضا الى عديد النفايات المتناثره هنا وهناك في شوارع عديد المحافظات. على الاقل انا شهدت بنفسي بالنسبه لشوارع في مهمه حتى في صنعاء، فهذا كله لا يساعد على الحد من انتشار المرض. يعني اليوم الرقم المعلن صباحا تقريبا كان 115 حاله او يعني وفاه، الان تتحدثين عن 184، هذا يعني تغير صحيح. كبير في الأرقام خلال فترة وجيزة جدا. بالضبط هذا صحيح، وقد يتسع أكثر في الأيام المقبلة. طيب يعني ما هو النطاق الجغرافي لهذه سواء حالات الإصابة أو كذلك حالات الوفاة؟ هي أكثر المحافظات موجودة في شمال اليمن. أنا حاليا موجودة في عدن، ولكن هناك بعض الحالات لكن ليست حالات كثيرة. العدد الأكبر موجود في محافظات الشمالية لليمن. بالنسبة مع ليست لدي فكرة دقيقة عن عدد المتوفين في كل محافظة، هذه الأعداد ليست موجودة عندي، يعني لا يمكنني أن أمدكم بها لأنه ليست لدينا هذه المعلومات. طيب يعني بالنسبة لطبيعة عملكم أنتم الآن، كيف هي الآلية التي يعني تقومون فيها بالمساهمة في الحد من انتشار هذا الوباء في اليمن؟ من هم شركاؤكم؟ مع من تعملون؟ نحن تقريبا منذ ثلاث هذه الأيام الأخيرة قمنا بمساعدة المستشفيات ومراكز الصحة الأولية بكل المستلزمات، سواء كان من خلال الأدوية أو المحاليل أو مادة الكلورين أيضا التي تستخدم بكثرة لتصفية المياه. يعني كما تعلمون مرض الكوليرا ينتقل أيضا، من أسباب انتقاله هو عدم نقاء أو تلوث المياه الصالحة للشرب. هذا مما يفسر أيضا، وحتى عندما لا تغسل الفواكه والخضر بطريقة جيدة، كل هذه من العوامل التي تساهم في انتشار المرض أكثر فأكثر. نحن نقوم بالطبع بمعاضدة جهود وزارة الصحة في هذا الإطار. حاليا قدمنا عديد المساعدات في عدة محافظات، وحسب الأرقام والأوضاع أكيد اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكون جاهزة دائما لتغطية الحالات الطارئة مثل هذه الحالة الموجودة بالنسبة لتفشي مرض الكوليرا. طيب هناك كان حديث على تحديد أو اقتراحات بتحديد مستشفيات معينة يعني لوضع المصابين فيها، هل هذه يعني الحديث هذا صحيح أم لا؟ ليس لدي علم بهذا، ولكن قد يكون إذا كان هذا الأمر صحيح فهو أعتقد من الأخبار الجيدة، لأنه من المهم جدا عزل الأشخاص المصابين
وعدم الاقتراب منه مثلا ولمس الأشياء التي تخصهم، لأن الاقتراب أكثر من الأشخاص المصابين يتسبب بطريقة مباشرة في انتشار المرض أكثر فأكثر. يعني فقط على سبيل المثال، تدخلت لجنة الدولية للصليب الأحمر في السجن المركزي بصنعاء، لأنه كما تعلمون السجن مكان مغلق، فإذا انتشر، إذا كان في حالة أو اثنين ولم يتم احتواء الوضع، فالوضع فعلا سيكون مأساوي، لأن انتشار العدوى سيكون بطريقة كبيرة وسريعة. طيب، هل كان هناك حالات في السجن؟ كان هناك 6 حالات، ولكن إدارة السجن، عندما زرنا السجن، إدارة السجن تصرفت بالطريقة الصحيحة بالنسبة للإجراءات الوقائية، وقدمنا الدعم الكافي فيما يخص الأدوات الطبية، المحاليل، ومادة الكلورين، بالإضافة أيضا إلى التوعية، لأن يعني التوعية مهمة جدا، خاصة في طريقة الاعتناء بالنظافة. يعني ممكن أقول أشياء قد تعتبر من البديهيات، ولكن احيانا الانسان ينسى انه دائما يجب غسل اليدين باستمرار، خاصه اذا دخل الحمام، طلع من الحمام، مسك اشياء لا يعرف مصدرها. فهذه الاشياء او هذه التفاصيل مهمه جدا، لانها قد تحد فعلا من انتشار العدوى، وقد تنقذ ارواح الكثير من الاشخاص. إذن أشكرك أستاذة سمية بلطيفة، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، كنت معنا على الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك. أستاذة ثريا، إذن 184 حالة، والصباح كانت 115 حالة، يعني نحن أمام قاتل جديد بالنسبة لليمنيين. نحن أمام قاتل سيفوق كل القتلاء الذين سبقوا. الآن قبل لحظات يصلني خبر أن الأدوية نفذت من مستشفيات صنعاء، الأدوية التي تكافح الكوليرا لم يبقى أمام المستشفيات سوى السوائل التي تعوض الجفاف، وبالتالي بإمكانك أن تتخيل حجم الوفيات في الساعات القادمة. نحن أمام كارثة كبيرة، الأعداد ستتضاعف أكثر وأكثر، من المئات ستصل إلى الآلاف. الأدوية نفذت، والأدوية الآن في قيد التفتيش في بيشة، كان يجب أن تفتش تفتيش دقيق. لا أدري، هل كان صعب على التحالف أن يرسل هو أدوية بناء يثق بها، أم أن الأمر يلزم أن يستقبل أدوية ويقوم بتفتيشها لساعات طويلة حتى تصل إلى صنعاء في الوقت الذي تتضاعف فيه الأعداد إلى الآلاف؟ الكل مشترك فيما سيأتي، يعني مفاقمة في الأعداد القادمة، الكل مشترك. الأدوية هذه ممكن أن ترسل، ليس من الصعوبة أن ترسل، وليس من الصعوبة أن ترسل، وليس من الصعوبة أن تصل لهذه الدرجة وتتفاقم الأعداد، لكننا بصدد كارثة حقيقية يشترك فيها الجميع للأسف، ولا نستثني منهم أحدا. طيب، يعني الآن كان الحديث عن الكوليرا بدأ بشكل أكبر هذه الفترة في شهر أكتوبر تقريبا من العام الماضي، الآن يعني باتت الكارثة أكبر وأكبر، والأعداد خلال أسبوعين فقط مهولة ومقلقة بالحق. يعني الوضع الصحي في البلد وصل إلى أي حد في هذا الشكل؟ الوضع الصحي الآن، أنت أمام فصل الصيف وشهر أمطار، والأمطار والقمامة مكدسة في الشوارع، يعني كل الأسباب لانتشار المرض توفرت. إضافة الآن كل المستشفيات أخلت كل المستشفيات فقط مكرسة للكوليرا، يعني فبإمكانك أن تتخيل الآن اختبارات في المدارس، الطلبة مضطرين إنه ما يتغيبوش لأنه في اختبارات نهاية الفصل. الوعي الصحي قليل، الاكتراث إلى الموت بصراحة لدى شعب مثل الشعب اليمني. لا نطالب شعب ليس لديه بدائل للحياة، فقط لديه بدائل للموت، إما الموت بالقصف أو الموت تحت التعذيب أو الموت بالكوليرا. الكوليرا هي بديل من بدائل الموت فقط بالنسبة لهم،
وبالتالي أن نطلب منه أن يتيقظ لهذا الموت ليس منطقي وليس بديهي. طيب يعني الآن بالنسبة لتعامل السلطات مع هذا الوباء الذي يجتاح المدن كافة، سواء المدن تحت سلطة الانقلاب أو المدن التي يعني المحررة، يعني الوباء موجود في صنعاء والحديدة كذلك وفي تعز وعدن، لماذا هذا السكوت وعدم التناول يعني؟ والله أنا ذكرت لك أنه سلطات الانقلاب هذا يعتبر استثمار جديد في الدواء والأسرة والسوائل، أما الشرعية فالموضوع لا يعنيها، أظنها مشغولة بأمور أخرى، فلا هي لا تستثمر في هذا ولا تحضر، وحضورها وموقفها هو الموقف الأسوأ على الإطلاق. لا أدري على أي أساس وزير الصحة يعتبر نفسه وزيرا في هذه الحالة، يعني في هذا الوضع هو وزير صحة لماذا؟ لا أفهم يعني ما هو طيب. موقفه حتى تصريح وزير الإغاثة، ما هو موقفه ولو حتى من باب عرض الموقف على المجتمع الدولي، إيقاظ أي حضور؟ لا يوجد أي حضور، أظنهم مشغولين بأمور يعني أخرى. هو وزير صحة ليس لم نستطع أن نتواصل معه لكن أو أن نصل إليه ويطلع معنا، لكن الآن موجود معنا الدكتور عبد الله دحان نائب وزير الصحة ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك معي دكتور عبد الله، أهلا بك. حياك الله أخي، مرحبا بك. أهلا وسهلا دكتور. ضعنا في صورة وضع الكوليرا في اليمن الآن بحسب البيانات الرسمية لديكم، كيف تتعاملون مع الوضع؟ بداية أشكر لكم مجددا اهتمامكم بالقضايا الصحية في بلادنا، وهذا ليس بغريب عن يمنيين يحملون هم اليمن كما نحمله إن شاء الله. لكن في نهاية المداخلة مع الأخت الكريمة، ولا أدري من هي، ولكني سمعت تعليقها على الشرعية وربما كانت قاسية إلى حد كبير على الأخ الوزير أو حتى علينا جميعا. أقول بأننا في وزارة الصحة العامة والسكان في إطار الحكومة الشرعية نعمل جاهدين منذ الوجبة الأولى لتفشي جائحة الإسهالات المائية الحادة بين قوسين الكوليرا، لأنه ليست جميعها كوليرا ولكن أخطرها هي الكوليرا. تحركنا لدى المنظمات الدولية وسعينا لاحتواء الموقف، ولله الحمد نجحت المساعي سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي في إطار المحافظات في احتواء الجائحة في وجبتها السابقة قبل عدة أشهر. نحن اليوم أمام جائحة جديدة وتبدو أكثر خطورة وأكثر انتشارا، لأن عدد المحافظات المتأثرة أكثر بكثير مما كانت عليه في الوجبة السابقة، وللعلم لأننا قد تواصلنا مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بالعمل الصحي، سواء منظمة الصحة العالمية على رأسها أو منظمة اليونيسف أو حتى المنظمة الدولية للهجرة، كون كثير من الحالات في محافظتي عدن وشبوة استشرت بين اللاجئين من ضيوفنا الكرام الإثيوبيين والصوماليين الذين نستضيفهم في بلادنا الحبيبة، ورغم الظروف إلا أننا لازلنا نستضيفهم ولن نتخلى عن واجبنا الإنساني والجواري تجاههم. لكن تواصلنا مع هذه المنظمات الدولية يأتي في إطار العمل على تنسيق الجهود لتوفير ما يجب توفيره لاحتواء هذه الجائحة الجديدة والحد من آثارها القاتلة أو الفتاكة في والتي تشكل خطرا محدقا ومحققا لأبناء شعبنا في مختلف المحافظات. وهناك وعود بالتحرك العاجل والسريع من قبل الجميع، واليوم وزارة الصحة العامة والسكان أصدرت بيانا حول هذه الأوضاع السائدة بالتواصل والتنسيق مع الأخ الوزير الذي يمر بوعكة صحية عابرة، ونسأل الله له الشفاء والعافية في هذه الأيام، وهو يتواجد في القاهرة لغرض العلاج مؤقتا، ولكن هو يتابع
وكما نتابع جميعا حتى الأخ رئيس الجمهورية يتابع، وقد وجه اليوم بضرورة تحرك أحدنا أنا أو الأخ الوزير إلى عدن ومحاولة الاطلاع عن كثب عما يجري للحد من الآثار الكارثية على أبناء شعبنا. وأقول بأننا نعمل وفقا لما هو متاح لدينا من إمكانيات وقدرات. طيب ربما يعني دكتور معوقات، لكننا لن نعلو جهدا في القيام بواجبنا، ومهما قمنا به لن يكون مجردا عن التقصير أو القصور، لكن نسأل الله لنا التوفيق ولكل المعنيين في بلادنا بأن يوفقوا في إخراج بلادنا من هذه الجائحة الخطيرة لا سمح الله. يعني بكل تأكيد نتمنى الشفاء للوزير، لكن الوزير قادر على التعالج في القاهرة، لكن أفراد الشعب في المناطق المحررة وفي بقية المناطق قد لا يجدون القدرة، خاصة أن المستشفيات في محافظات مثل صنعاء قد لا تستحمل، لا توجد فيها أسرة الآن للعلاج إذا أو حتى يعني للتواجد في المستشفيات. ما هو المتاح لديكم الآن لمواجهة هذا الوباء في المحافظات المحررة وقد انتشر في العديد من المحافظات وباء الكوليرا وغيره؟ أخي الكريم، أولا أتوجه بدعوة لكل مواطنينا الأعزاء الذين تهمنا صحتهم كما تهمنا صحتنا الشخصية، فهم أبناءنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا، ولهم حق علينا كما لأنفسنا حق أيضا. لكن أقول أتوجه إليهم بهذا النداء، وهو ضرورة التعاطي مع هذا الأمر باهتمام وجدية كبيرين، كون هذه الحالة قابلة للعلاج ومنع آثارها القاتلة والفتاكة في حق المصابين بها، لأنها السبب الرئيس في الوفاة في الإصابة بهذه الإسهالات المائية الحادة، سواء كانت كوليرا أو غير كوليرا. السبب الرئيس في الوفاة هو الجفاف الناجم عن فقدان السوائل أو سوائل الجسم بسبب الإسهالات الحادة المائية، والتي تؤدي إلى حالة الجفاف، والذي يؤدي إلى حالة من حالات الصدمة الجفافية بسبب فقدان السوائل، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى الوفاة. فأقول ينبغي أن يتم التعامل مع هكذا أعراض باهتمام كبير، ومراجعة أقرب مركز صحي في البلاد، وقد خصصت وزارة الصحة العامة والسكان ما يزيد عن 50 مركزا في مختلف المحافظات. أي محافظات؟ في مختلف المحافظات التي الموضوع بما فيها أمانة العاصمة وبما فيها المحافظات التي تخضع للسلطة غير الشرعية، لأننا نعتقد أننا كحكومة شرعية مسؤولية كاملة عن صحة أبناء شعبنا أينما كانوا وفي أي مكان كانوا، داخل اليمن أو خارجها، في المحافظات التي تخضع لسيطرتنا أو سيطرة الشرعية أو سيطرة غير الشرعية. لكننا نقول بأن وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بمكاتبها المنتشرة في المحافظات وكوادرها ومستشفياتها ومراكزها مسخرة بالكامل للتعامل مع هذه الجائحة على قدر عالي من المسؤولية والاهتمام تجاه أبناء شعبنا. وأنوه هنا إلى أننا تعاطينا مع هذا الموضوع بالتواصل مع كما أسلفت مع المنظمات الدولية التي طالبناها في البيان الذي أشرت عليه في الحديث السابق، طالبناها بأهمية التحرك العاجل والسريع لتذليل بعض الصعوبات والمعوقات الناجمة عن الأوضاع السياسية والأمنية القائمة في البلاد، لما لها من قدرة على التحرك بسهولة في كل المناطق اليمنية، سواء التي تخضع للشرعية أو التي لا تخضع لها، كونها منظمات محترمة ولها مكانتها، ويعمل لها ألف حساب لدى القائمين على سلطة الأمر الواقع الانقلابية في المحافظات المعنية. دكتور عبد الله دحن نائب وزير الصحة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. قبل أن أعود إليك أستاذة ثريا، سنذهب إلى فاصل قصير بعده ونستأنف النقاش. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نعود إلى النقاش. أستاذة ثريا، يعني تحدث نائب الوزير على أن كنت قاسية عليهم، هل يعني تغيرت هذه يعني وجهة نظرك بعد ما تفضل بالحديث عنه؟ والله القسوة من حقنا كشعب أن نقسو على حكومتنا. ونحن نمثل، إحنا كمنظمات مجتمع مدني نمثل فئات معنية يعني. فأن يخبرني نائب الوزير أنه قد نسق مع جهات ومنظمات للعمل والإغاثة، هذا شيء جميل، لكنه هو يمثل جهة رسمية، جهة الشرعية يعني، يجب أن يكون العمل رسمي وقوي وملفت. أن تنسق شيء جميل، لكن يجب أن تبرز مآلات الانقلاب. هذا المرض وهذه الكارثة هي من مآلات الانقلاب، يجب أن يصل هذا الشيء للمجتمع الدولي. كيف يصل؟ يجب أن يصل عبرك أنت كجهة شرعية، كحكومة شرعية، لتبرر معركتك مع هذا الانقلاب. لماذا أنت تريد أن تخمد هذا الانقلاب؟ لأن هذه مآلاته الإنسانية. هكذا يتفاعل معك المجتمع الدولي ويبرر معركتك العسكرية معه. لكن أن تنسق فقط لتداوي ثم تخمد المرض وبالتالي تحسن وضع الانقلاب، هذا. لكن هو تحدث أيضا على يعني وجود الآن مراكز تتخصص في يعني محاولة احتواء هذا المرض حتى في المحافظات التي يعني تقبع تحت سلطة الانقلاب، هل هذا الأمر كافي برأيك؟ هل يعلم نائب الوزير أن الأدوية نفذت الآن من صنعاء، بينما الأدوية الآن تفتش في مطار بيشة تفتيش دقيق ومرهق؟ هل هذا بنظره صحيح؟ هل من الصعب أن يتم توفير الأدوية من قبل التحالف نفسه كي لا تخضع للتفتيش وبالتالي تخف المعاناة؟ ربما لا يعلم، أو يعتبر هذا بالنسبة لهم الأمر عادي يعني. لماذا التفتيش؟ وفروا الأدوية أنتم كي تتجنبوا تفتيشها المرهق وتأخير توصيلها. طيب يعني هي المعلومة أنا لم الآن أسمعها منك، موضوع التفتيش يعني أنا بالنسبة لي لم أسمعه من الآن قبل. هذا يتم الآن في هذه اللحظات. طيب لكن عموما سلطة الانقلاب في العاصمة صنعاء يبدو أنها تواجه الكوليرا بشعارات مطبوعة على الشوارع تقول أن الكوليرا هدية ترامب إلى اليمنيين، إلى أين وصلوا؟ الأمر منطقي جدا، وكلنا نتوقع هذا من ميليشيات تستثمر الخرافة في كل شيء. انتظرت الإرصاد القوي ليعلن أن غدا أمطار لتصلي صلاة الاستسقاء، وبالتالي يظن الشعب أن كرامة الحوثي وصلت إلى السماء لتعقب صلاته بساعات نزول حدث نزول المطر يعني. شيء طبيعي أنه هذا هو ديدنها السابق يعني. لا ينقصنا إلا أن يظهر عبد الملك الحوثي ليقول كما قال جده: من مات فهو شهيد ومن عاش فهو عتيق. هذه مقولة الإمام عندما كانوا الناس يموتون في المجاعة. ننتظر هذه المقولة يعني، ننتظر خرافات أخرى وننتظر خرافات كثيرة. الناس تصدق الجهل، هم يستثمرون الجهل اليوم، يقفلون المدارس. ولماذا؟ ليكون هذا الجهل هو سندهم لتصديق الخرافة. طيب دعينا نشرك معنا في نقاش الطبيب والناشط في المجتمع المدني الأستاذ الطبيب جمال عبد المغني. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. أهلا بك. إذا أنت كطبيب ومهتم بالأمر، دعنا أو أعطينا صورة لحجم ما وصل إليه وباء الكوليرا في العاصمة صنعاء. حجم الكوليرا الذي وصلت إليه في صنعاء كارثي للغاية. المستشفيات ممتلئة بالمرضى وتعاني من عجز الكادر الطبي بشكل كبير، لدرجة أن يوميا نسمع المتطوعين ينزلون دعاء استغاثة في الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بشحة الإمكانيات من جميع الجهات، سواء من حيث العلاجات، من حيث المحاليل، من حيث الكادر الطبي نفسه، من حيث الأسرة. يعني يقول لك لدرجة أن المرضى يعني يفترشوا الأرض ويناموا فيه يعني. واليوم لو شفتوا الصورة حق مستشفى 70 واضحة جدا يعني، الوضع كارثي بكل المجالس. طيب حتى المستشفيات والمراكز الصحية التي استحدثتها وزارة الصحة غير مؤهلة لاستقبال حالات الكوليرا.
باستثناء ثلاث مستشفيات، مستشفى السبعين ومجمع آزار الطبي ومستشفى الجمهوري. فقط ثلاثة مستشفيات؟ لا، هو عدد المراكز المستصحفة كثيرة جدا، بس أقول لك إن هؤلاء الثلاثة الذين يعني الذي تعتبر بجاهزية عالية. أما الباقي عبارة عن غرف نوم فقط يعني. عندما تحدث عن جاهزية عالية أستاذ جمال، هل الحديث يعني أن هناك تخصيص لهذه المستشفيات ل يعني معالجة حالات وباء الكوليرا، أم أن الأمر يعني شيئا آخر؟ نعم، هذه المستشفيات مخصصة لمعالجة مرض الكوليرا، يعني استحدثوا ثلاث المستشفيات السبعين والجمهوري ومجمع آزار. أنا أعتبر ثلاث المستشفيات هذه مستشفيات متكاملة من حيث الكادر الطبي المؤهل، من حيث المحاليل والعلاجات الموجودة، من حيث التعقيم، من حيث الأسرة، حول الثلاث المستشفيات. بقية المراكز الصحية عبارة عن غرف لا أكثر ولا أقل، يعني غرف صغيرة جدا. هم استحدثوا مراكز كثيرة، يمكن حوالي 19 مركز موزعة في أمانة العاصمة، عبارة عن غرف نوم فقط. يعني المريض يصير هناك يجيبوا له شوية أدوية وخلاص يعني، وبعدين آخر الليل ينزلون داء استغاثة، يعانوا من شحة الإمكانيات والكادر الطبي والمحاليل والعلاجات. طيب، يعني بالأمس أعلنت السلطات في سلطات الانقلاب في صنعاء مدينة منكوبة، هل هناك تحرك وتجهيز لهذا الإعلان، أم أن الأمر يعني كما هو، يعني ما سبق الإعلان كما هو الآن؟ ما سبق الإعلان هو كما هو الآن، لا يوجد أي جاهزية، باستثناء يعني يقال أن مستشفى 70 تم استحداث مخيم صحي خارج المستشفى أو في حوش المستشفى. لحد الآن لم نتأكد من صحة المقولة، أما بقية الأشياء فهي كما هي، يعني سواء قبل الإعلان ولا بعده، لا ما فيش أي حاجة تغيرت. طيب، يعني كانت معنا قبل قليل المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن سمية بلطيف، فتحدثت على زيارة لمدير العمليات في المنظمة لمستشفيات في اليمن. حجم التعامل، يعني تعامل المنظمات الدولية عموما، لا أتحدث فقط عن هذه اللجنة، مع هذا الوباء، أنت كمهتم بذلك ومتابع، كيف تقيم؟ تعامل منظمات الدولية بشكل عام شيء مشكور ونشكرهم عليه جدا، لكن مثل ما قلت لك يعني هم يدعموا بالمحاليل والعلاجات فقط، يعني لا أكثر، هذه بس الذي يجيبوها للمستشفيات. لكن مثلا اضرب لك مثال، في امس مستشفى الجمهوري امس غلق ابوابه بسبب انه عدد الحالات كثيره جدا، خلاص مستشفى الجمهوري لم يعد باستطاعه استقبال اي حاله اخرى. تم اخذ يمكن حوالي 10 حالات الى مستشفى الثوره، طوارئ مستشفى الثوره، واليوم الطوارئ كلها كوليرا. يعني المحاليل تصرفها اعتقد منظمه اليونيسف و دبليو اتش او، لكن هناك شحة في عرض الأسرة، المستشفيات ضيقة وعدد الحالات كبيرة جدا. مرض الكوليرا يحتاج إلى مخيمات، إلى موبايل تيم اللي هو فريق طبي متنقل، يحتاج إلى دكاترة مؤهلين، وهذا أقول لك للأسف ما لا تملكه سلطة الأمر الواقع في صنعاء. طيب، يعني الآن هل هناك توعية كافية بالنسبة لي مظاهر المرض وكيفية الوقاية منه؟ حدثنا أنت عن أهم هذه الإجراءات أيضا. لو كنت تقصد توعية سلطة الأمر الواقع، فما فيش أي توعية أبدا لحد الآن، ما فيش أي توعية باستثناء عبارات على استحياء فقط يعني. أما بخصوص الوقاية من المرض، فلا يوجد أي جرعة وقائية من المرض كما يروج له البعض. الآن انتشرت قضية أو موضوع إنه هناك جرعة وقائية للمرض عن يعني عن طريق استخدام مضادات حيوية، هذا كله موضوع كاذب ولا وغير مثبت علميا. طريقة الوقاية من المرض هي المحافظة على النظافة الشخصية فقط، غير هذا لا يوجد أي طريقة أخرى لتجنب مرض الكوليرا. يعني أليست هناك يعني إجراءات وقائية معينة فيما لمحاولة يعني تجنب الإصابة بهذا المرض دكتور؟ هي بالنسبة للإجراءات الوقائية مثل ما تحدثنا سابقا، هي المحافظة على النظافة الشخصية، عدم أكل الأشياء الملوث والطعام المكشوفة، عدم شرب المياه الغير معروف مصادرها، عدم أكل السمك الني لأنه يكون
موجود في بكتيريا الكوليرا. واهم نقطه انه في حاله بدات عندك الاعراض اللي هي الطرش والاسهال المائي، لا تتاخر في اسعاف نفسك الى المستشفى، يعني ضروري تسعف نفسك الى المستشفى لانك بعدين سوف تصاب بمضاعفه الكوليرا اللي هي الجفاف الحاد والبشر الكلوي، وهذا سبب الوفاه، وغالبيه الوفاه هي بسبب هذه المضاعفات وليست بسبب الكوليرا نفسها. إذا طبيب جمال عبد المغني الناشط في هذا المجال كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. أستاذ ثريا، إذا لا أعرف كيف واحد يمكن أن يعبر، منظمات يبدو أنها لا تعمل بشكل كافي، الحكومة لا تعمل بشكل كافي، سلطات الإنقلاب بطبيعة الحال لا تعمل بشكل كافي، كيف يمكن الخروج من هذا الوضع إذا؟ الخروج من الوضع هو الخروج من مسبباته في الأساس. الغريب أن المركز انتشار المرض كان صنعاء، صنعاء التي لا تتكدس فيها الجثث، ربما لو حدث في تعز أثناء القصف كان في جثث ملقاة لا يتم انتشالها، لكن صنعاء لا، هذا مش موجود. الحر في صنعاء مش زي تعز ومش زي الحديدة وعدن، ممكن تقول لنا اللافت أنه صنعاء هي التي صدرت المرض، والسبب الوحيد هو القمامة، يعني القمامة أمطار صيف انتشرت الكوليرا، لم يتم رفع القمامة، تم التعامل مع الموضوع بجهل. الكوليرا بقدر ما هي تنتشر بسرعة إلا أن علاجها مش مستحيل، يعني ذكر الدكتور أنه يقال أن في الآن دواء للوقايه من المرض، وهذا مستحيل، وهذا لا. هو من احد اشكال الاستثمار في المرض، لان هذا تظل هي بكتيريا وليست فيروس. هذا في حاله الفيروس احنا ممكن تاخذ دواء وقايه، لكن هذه بكتيريا دواءها معروف دواء، والحفاظ في السوائل، لان الجفاف هو سبب الموت كما ذكر الدكتور، ليست الكوليرا نفسها، ليس المرض هو سبب الوفاه، انما الجفاف الذي يسبب فشل كلوي، وبالتالي انعدام الرعايه هو سبب الوفاه وليس المرض نفسه. الاساس ان ترفع القمامه، ان يعطى الرواتب للموظفين فيقوموا برفع القمامه فينتهي المرض، هذا هو الحل. والقمامة هذه هي نموذج مصغر للقمامة الكبرى الذي هي الانقلاب، ارفعوا الانقلاب تنتهي كل الأمراض، كل الأوبئة، ما دمنا رضينا بعودة الإمامة نقبل كل شيء، قد يعود حتى القدري، هذا ديدنها، عادت الإمامة وعادت أوبئتها، ارفعوا الإمامة ترتفع الأوبئة. أشكرك أستاذ ثريا الشيباني، كنت معنا في حلقة اليوم في الاستوديو، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وطاقم العمل، على أمل لقاء بكم بلا كوليرا وبلا أوبئة وبلا انقلاب. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.